لسه اضعف حوالي 15 سنة. هو بوس كلاب شعر وأترينتي ورشاز يعني من الألفين. إنها في متناول الجميع. الأساس فعلا في متناول الجميع دلوقتي. عشان الأورجينال غالي، الأورجينال يعني زي ب 300 جنيه 400 جنيه 700 جنيه، في زي بتوصل ل 1000 ونص. يعني هو بياخد له زياده مثلا ب 50 جنيه ب 60 جنيه ب 40 جنيه. فمتناول الجميع يعني. سعره كل ازازه حسب الشكل بتاعها. بقى بنسب حسب تركيز الزيت وحسب طلب الزبون. ان بقى الكل بيحط برطمانات. زمان كانت نسب لناس معينه. دلوقتي بقى الشعب كله بيحط برطمانات. بيستعمل عطور تركيز. فبقى في ذوق عام وذوق خاص. القاعده كبرت يعني. نفس الحاجات اللي بتنضرب برضه دلوقتي، بس دلوقتي بقى فيه جديد وبقى فيه شباب وبقى اعزب من ذوق بقى. وده بوما جام، مونتي بلاك، بلاك ليكزيس، انفوكتوس. الحريمي فيه فانتازيا، في نساء العالم، في ميد نايت. التركيب مثلا بيبدا من اول 30 جنيه لحد بقى 150 جنيه 200 جنيه.